بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه، كل الناس اللي ادتني الايميلات بتاعتها عملت لها اكونتات على السايت بتاع سيسكو. السايت بتاع سيسكو، طبعا لما بعمل ايميلات السايت بتاع سيسكو بيبعت لك ايميل على الايميل بتاعك، يقول لك ازاي تخش على الايميل، واحنا هنشرح دلوقتي الخطوات علشان المشاكل والاسئله اللي موجوده عند الناس كلها. هتبتدي تخش على الايميل بتاعك اهو، على البريد الالكتروني بتاعك اهو، كاني بتخش على الايميل اهو بتاعي عشان اشوف الرساله، ايه الرساله اللي جات لي. فهلاقي الرساله جايه لي منين؟ من النتوركينج اكاديمي تيم. نتوركينج اكاديمي تيم جاي من سيسكو نتوركينج اكاديمي تيم، ممكن تكون موجوده في الانبوكس بتاعك او في اي فولدر من دول. تمام، الرسائل المزعجه اللي هي السبام او الجانك او الكلام ده كله دور عليها الاول، يعني ما تدور عليها في الانبوكس لما يكون الايميل بتاعك وداها في الرسائل المزعجه اللي هي السبام عندك او الجانك او الكلام ده كله. فهنفتح نتورك اكاديمي تيم، اهو الرساله بتاعتهم. هتلاقي في حاجه اسمها كونفيرم ايميل ادرس، فهنضغط كده عليه، فيقوم هو مدخلنا على مين؟ على السايت بتاع سيسكو اهو. اه، بيفتح السايت بتاع سيسكو. السايت بتاع سيسكو السايت التعليمي اسمه www.netacad.com. ده السايت اللي انت هتخش عليه وتذاكر من عليه وتخش عليه الامتحانات بتاعتك، اسمه www.netacad.com. لما هتيجي تخش بعد كده ان شاء الله هتلاقي بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله اللانجوج بتاعتك ايه؟ البلد بتاعتك ايه؟ فهتبتدي تغير المعلومات الشخصيه بتاعتك، انا اهو ايجيبت. المحافظه بتاعتك ايه؟ غربيه مثلا. تاريخ الميلاد بتاعك مثلا يعني اهو. اعمل الباسورد بتاعتك، والباسورد بتاعتك في ناس كتير جدا بتغلط فيه. الباسورد بتاعتي لازم تكون فيها حروف كابيتال، حروف سمول، ارقام، رموز. فانا مثلا واحد من الناس عاملها كده، سيسكو ات 123 اهو اهو، سيسكو ات 123. واقل حاجه لازم تكون 8 ارقام وحروف، يعني ما ينفعش اقل من 8. تمام، فلو جيت عديت هنا هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهو، واخدها كوبي اهو واحطها فين؟ في الكونفيرم اهو. اعمل اي باسورد بس لازم يكون فيها الثمان فروض دول. تمام، عملت باسورد فيها شرط منهم او ناقص شرط منهم هو مش هيقبل معاك، يبقى لازم تكون حرف كابيتال، يكون فيها حرف كابيتال على الاقل، لازم يكون فيها حرف سمول على الاقل، لازم يكون فيها ارقام على الاقل، لازم تكون فيها رموز على الاقل، ولازم يكون عدد الحروف والارقام 8، ما ينفعش اقل من 8. وحضرتك اقرا الكلام اللي هو مكتوب تحت ده، وبعدين هنقول له ايه؟ كونتينيو. خلاص قبلها اهو لان فيها الشروط بتاعته، وبعدين هنقول له يس اي اجري، انا عايز فعلا يتعمل لي اكونت اكسبت. فتلاقي الايه؟ اكسبت. بيقول لك والله انا عايز اسالك شويه اسئله كده، هو بيعمل سيرفي. هدفك ايه؟ هقول له والله انا ده انا عايز اخش مجال اي تي. الاكسبيرينس بتاعتك عندك كام سنه اكسبيرينس؟ اقل من سنه. الجندر بتاعك، طيب عايز في ميلاد تجي لك من سيسكو، شغال نيكست. خلاص بدا فتح اهو الدنيا عندك. شايف فوق كده هتلاقي في اسم انا عامله لك كده، اسم ايه؟ اسم ديفولت كده. خش عليه وقول له ماي بروفايل وغير المعلومات الشخصيه بتاعتك. ليه اغير المعلومات الشخصيه؟ لان الشهادات اللي هتطلع لك من الاكونت بتاع سيسكو هتطلع لك بالاسم ده. انا طبعا مش كاتب اساميكم، سايب كل واحد فيكم يغير اسمه زي ما هو عايز. فانا مثلا هقول ايه؟ انا الفيرست نيم بتاعي محمود، انا عايز اسمي يجي ثلاثي في الشهاده، فهكتب علي عطا الله مثلا اهو. طيب السكرين نيم اللي انت هتخش بيه، والله انا عايز السكرين نيم بتاعي اللي هو اليوزر نيم اللي هخش بيه على الاكونت بتاع سيسكو بعد كده يبقى اسمه محمود علي. ده الايميل بتاعك اهو اللي انت كاتبه، لو عايز تغيره غيره. ابديت ماي كلاس انفورميشن وابديت، وشوفوا كده هيقبلها ولا لا اهو. خلاص كده قبلها بقى اهو. ده السكرين نيم بتاعك اهو، ده اليوزر نيم بتاعك. لو ما انتش عارفه تقدر تخش بالايميل اهو، بس ده حاجه سهله اهي. وده الباسورد. ممكن تحط يجي تحط سكرين نيم تلاقيه متعارض مع حد عمله قبل كده، فلما تعمل ابديت هيقول لك والله السكرين نيم ده موجود قبل كده فلازم تغيره. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وبعدين بعد ما خلصنا كده هتلاقي اسمك بان فوق اهو، هتقول له ساين اوت وتخرج. تعال نخرج بره خالص ونخش كاننا داخلين في الاول خالص اهو. هنبتدي نكتب ايه فوق؟ هنكتب www.netacad.com اهو. راح مدخلنا على الموقع بتاع سيسكو لوجن.
هكتب ايه بقى؟ هكتب اليوزر نيم بتوعي اهو والباسورد. ادا اليوزر نيم اهو، وادا الباسورد اللي هو سيسكو، واحد اتنين تلاتة. هقوله لوجن. هتلاقي عندك هنا انت متاكتف لك اول سمستر اهو اللي هو النتورك فاندمنتال. لو اتاكتف لك تاني سمستر هيبان جنبه هنا، تالت سمستر هيبان جنبه هنا، رابع سمستر هيبان هنا. انا عايز اخش على النتورك فاندمنتال اهو، تمام؟ ها، اول ما ضغطنا على النتورك فاندمنتال اسم الكورس بتاعك، انت كده دخلت على الكورس بقى اهو. عايز ترجع تاني ماي نيت اكاد اهو، هرجعك للصفحه الرئيسيه على صفحة الكورسات بتاعتك. انت ما عندكش دلوقتي غير نت اي نيتور فاندمنتال. لو فتح لك سمستر تاني هيبان جنبه هنا، سمستر تالت هيبان جنبه هنا. انا عايز اهو اخش عليه، بدبل كليك عليه وهخش. طبعا المفروض ان يبقى في حاجة اسمها ميديولز لو انا عايز اقرا الشرح، الشرح بتاع سيسكو شرح رائع جدا اونلاين، عايز اقراه، وده مفتوح لك لمدة شهر اهو. لانش شابتر 1 مثلا، دي كل الشباتر بتاع الجزء الاولاني اهو. لانش شابتر 1 اهو، شابتر 1 ببتدي اقرا اهو هنا كده، وبعدين نيكست اهو. هذا الشرح بتاعي، ممكن احرك ده زي ما انا عايز باي طريقه اهو. شرح التفاصيل التفاصيل، وده مفتوح لك كل كورس عندك لمده شهر، اقرا عليه براحتك اهو. نكست. طب عايز ارجع تاني للكلاس بقى، قريت وعايز ارجع تاني للكلاس من هنا، ريتيرن كلاس اهو، رجعت تاني للكلاس بتاعي. طيب عايز اخش على الامتحانات assignment، يعني قريت شابتر وعايز امتحن الامتحان بتاعه assignment. قريت شابتر 1 وعايز امتحن الامتحان بتاعه، خلاص ادور على شابتر 1 exam اهو. واقول له take assignment. كل امتحان مفتوح لك 10 مرات، خش فيه وتعلم فيه وجرب فيه براحتك. يبقى كل شابتر من شباتر الامتحانات مفتوح لك 10 مرات، والوقت عندك كل شابتر 5 ساعات زي ما انتم شايفين كده، يعني تحل الشابتر في 5 ساعات اهو. بختار اي حاجه اهو واقول له ايه، واقول له نيكست. دي الاسئله اللي انتم شايفينها دي، بتنك تحل لحد ما كل المربعات الجري دي تبقى ايه، ازرق كده. وبعد ما تخلص تقول له ايه، سبميت. خلاص تمام، سبميت يعني خلاص علمني، صحح لي بقى. طب انا ما خلصتش، ممكن اقفل واخش في خلال 5 ساعات. طب ال5 ساعات خلصوا ليك كمان 5 ساعات، 5 ساعات كل شابتر مفتوح لك 10 مرات. طيب الشباتر احنا مش حاطين عليها درجات، امال ايه اللي احنا حاطين عليه درجات؟ حاطين على الفاينل اكزام درجات. بس عشان تخش على الفاينل اكزام لازم من الاول تعمل حاجه اسمها الفيدباك. الفيدباك ده اللي هو ايه، رايك في الكورس. فين الكورس فيدباك؟ اهو، ده اللي كلنا هنعمله. هنقول كورس فيدباك، وهنقول تيك اسسمنت، بيجين اهو كونتينيو بيجين اسسمنت. الفيدباك مدته 45 دقيقة، شوية أسئلة بيقرا لك إيه؟ يقول لك ذا كورس إز هول، أنت راضي، أنت غير راضي ولا مش راضي خالص ولا عادي ولا راضي ولا راضي جدا. فبتختار كل الأسئلة دي، ولازم تحل الأسئلة دي وتجاوب على السيرفي ده كله. تحل السيرفي وكل الأسئلة اللي تحت دي، وبعد ما تخلص تقول له إيه؟ تقول له سبميت. ولازم تكتب رأيك بكل أمانة، لأن ده رأيك في الأكاديمي، رأيك في الانستراكتور، رأيك في الماتيريال، رأيك في الكورس عموما. بعد ما بتخلص بتقفل كده وتقول له assignment، وتروح بقى تفتح الفاينل اكزام اهو. فين الفاينل اكزام المفروض نفتحه؟ اهو الفاينل اكزام مفتوح لك لمدة اهو، continue begin assignment لمدة 8 ساعات، وهو عبارة عن تقريبا كم سؤال تحت اهو، عن حوالي 54 سؤال. بعد ما بتخلصهم، طب في خلال 8 ساعات ده عايز تقوم وتكمل وتيجي تكمل بعدين، يبقى اقفل من هنا، ما تعملش سبميت. طب انت فتحت الساعه 10 يتحسب لك 8 ساعات، طب فتحت الساعه 12 يفتح لك 8 ساعات، طب فتحت الساعه 1 بالليل ينحسب لك 8 ساعات. يبقى هو ايه؟ لمده 8 ساعات من ساعه ما انت هتفتح. خلاص يا جماعه كده؟
طيب في خلال 8 ساعات عايز تروح تعمل حاجة وترجع، روح اعمل حاجة وارجع، بس ده كله من وقتك، ده كله من وقتك. يعني انا فتحت الساعة 1 الظهر كده هيخلص معاك الساعة 9 بالليل، حليت شوية أسئلة وبعدين زهقت وعايز أكمل بعد شوية، بس خلاص هتكمل الساعة 5، أنت أخدت كده 9 بالليل برضه، الوقت ما بيقفش. بعد ما بتخلص بتعمل إيه؟ صمت، تمام؟ بعد ما بتخلص والكلام ده كله بترجع هوم، ماي نيت أكاد تاني، وعايز تخرج بره من عندك اهو ساين اوت. طبعا لازم اليوزر نيم والباسورد دول يكونوا محفوظين عندك، انا ماليش اي علاقه بيك ولا علاقه باليوزر نيم والباسورد بتوعك، طالما اديتهم لك وتكتفوا معاك دي مسؤوليتك انت، تمام؟ بشكركم وشكرا قوي لحضراتكم.